افتتح رئيس مجلس الأمة مرزوق علي الغانم جلسة المجلس العادي اليوم المنعقدة لمناقشة بنود جدول الأعمال، واستهل المجلس أعمال جلسته ببنود التصديق على المضابط والأسئلة الواردة وكذلك الرسائل الواردة، على أن ينتقل المجلس بعد ذلك إلى مواصلة النظر في الخطاب الآمري الذي افتتح به دور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي الحالي، ثم بند برنامج عمل الحكومة للفصل التشريعي 16 للسنوات الخمس المقبلة. وللمزيد من التفاصيل ينضم إلينا مباشرة من مجلس الأمة مراسل تلفزيون دولة الكويت هناك الزميل نواف الشراكي. نواف، بعد التحية، هل من الممكن أن تطلعنا حول مجريات الجلسة المنعقدة في مجلس الأمة الآن؟ تفضل. مساء الخير، وايضا مساء الخير لمشاهدي موجز الاخبار في تلفزيون دوله الكويت. مثل ما تفضلت، نحن الان متواجدون ومستمرون معكم من مبنى مجلس الامه، وذلك لتغطيه الجلسه العاديه لدور الانعقاد العادي الثاني للفصل التشريعي 16 بمجلس الامه. نعم، بدا المجلس جلسته اليوم في الساعه 9 صباحا، وبدا في بند التصديق على المضبطتين، وبعد ذلك دخل في البند الاخر والمتعلق في كشف الاوراق والرسائل الوارده، وقد وافق المجلس في هذا البند على 9 رسائل واردة، يمكن أبرزها رسالة واردة من اللجنة المالية والاقتصادية إلى اللجنة التشريعية، والذي كان مضمون بأن هناك تشابه وترابط مع اقتراحات بقوانين متعلقة في بعض منها في استثمار وتعمير جزيرتي فيليتشا وبوبيان، وأيضا مشروع إنشاء المنطقة الشمالية، وأيضا مشروع يتعلق في الصكوك الحكومية، وكذلك منح يعني تعويضات خاصة متعلقة في المشاريع منتهية الصغر والصغيرة والمتوسطة المتضررة من تداعيات أزمة كورونا. في هذا البند بعد الانتهاء من انتقل المجلس إلى بند الأسئلة، وبعد ذلك الآن نحن الآن نتكلم في بند الرابع وهو متعلق في رفع الحصانة، وناقش المجلس في البداية رفع الحصانة عن النائب شعيب المويزري، وحتى هذه اللحظة المجلس يناقش قبل التصويت على رفع الحصانة من عدمها، يناقش في هذا الأمر بعد أن أعطى رئيس الجلسة في هذا البند النائب أحمد الشحومي إعطاء لمن هو يكون مؤيد أو معارض لرفع الحصانة، وتحدث النائب شعيب المويزري أنه يعني معارض لرفع الحصانة عن نفسه، وتحدث بعد ذلك السيد النائب مرزوق علي الغانم بأنه مؤيدا لرفع الحصانات. في هذه اللحظات سوف نرى يعني إذا ما تم التصويت على رفع الحصانة أو من عدمها هذا إن شاء الله. أيضا هناك رفع حصانات عن نواب آخرين متعلقة في النائب محمد المطير والنائب ثامر صويت والنائب خالد العتيبي، إن شاء الله في نشرة الساعة الثالثة راح نوافيكم في كل ما يستجد حتى مع البنود الأخرى التي سوف ينتقل إليها المجلس كما تفضلت، والمتعلقة في استكمال مناقشة الرد على الخطاب الأمير ومناقشة برنامج عمل الحكومة. أيضا هناك العديد من التقارير المحالة من اللجان البرلمانية المختصة سواء كانت الدائمة أو حتى المؤقتة. نعم، زميل نواف الشراكي من مجلس الأمة، كل الشكر والتقدير لك.